كل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال. كما تشوفوا بحذا مدام وفل بحري اللي هي صاحبه شركه اوغديوم بيو. مرحبا بك مدام. مرحبا بك فاطمه. صافا لاباس الحمد لله. الحمد لله. كيف كيف بحذانا مريم اتو كابري اخصائيه التغذيه. مرحبا بك مريومه. يعيشك بك انت فاطمه ويتفرجوا فينا الكل. يعيشك. اليوم باش نحكيو على حاجه مهمه ممكن برشا ناس بداوا يعانيوا منها مريومه اللي هي القبض هكا الامساك. دونك قلت لي فما ديزاستوس فما ماكله ممكن ناكلوها اللي تستهلنا الطبيعه وما تخليناش نمرضوا ويجينا الامساك. اي توتافي. هما اذا كان نحبوا نلخصوهم في ثلاثه حاجات. اول حاجه نحكيوا على الالياف. دونك ديما نحكيوا عليهم الالياف خاطر يحسوا بالشبع ويحسنوا عمليه الهضم. دونك الالياف لهنا نلقاهم في الخضره والغله اللي سورتو تكون نيه خاطر الالياف بالسخانه تفقد الليفيكاسيتي نتاعها باش تنحي القبض. نلقاو الالياف زاده في الحبوب الكامله دونك القمح والشاي اي ديريفي نتاعهم، المقوله الكامله كي تكون معناتها باللي فيبغ نتاعها، الخبز الكامل. بالنسبه للناس اللي عندهم القبض بريفيرونس يخيروا ديما الحاجات الكامله. ونلقاهم في البقول دونك العدس الفول الحمص. هذاك علاش ديما ننصحوا السوب نتاعنا تكون فيها شويه كدبابش خاطر هذيك تعاود برشا باش تنحي الكونستيباسيون. الحاجه الثانيه اللي هي الخميره اللبنيه. دونك نعرفوا توا في رمضان برشا الناس عندهم كالعاده اللي ياخذوا البن ياخذوا الرايب حاجات باهيه برشا هذوما ماذا بينا ديما نرجعوا نستهلكوهم معناتها اوموا مرتين في يعني من شقان الفتره للسحور سورتو خاطر توا رمضان باش يعاونهم على معناها باش يسهل الطبيعه. والحاجه الثالثه واللي هي الاهم الماء. شرب الماء برشا الناس ينساو والبدن المشكله اللي يتعود وقت اللي ما تعطيهوش الماء يولي ما عادش يحس بالعطش كاريمون. دونك باش الناس يقول لك ليه ما نعطش يا اخي باش نشرب انا مش عطشانه. راهو الجسم يستحق الناس كل كيف كيف معناتها تقريبا 30 مليلتر على كل كيلو ميزان. يعني الانسان اللي يوزن تقريبا 70 كيلو راهو باش يستحق ايترتين ماء. بيان سور نجمو نعاونو شويه بليزانفيزيون نجمو نعاونو شويه مثلا باللي جو فخي خاطر فيهم الماء. دونك هذوما لي تخوا زيليمون للقبض معناتها اللي يعاونوا بالكدا بالكدا. فهمتك. توا كيف نحكيو احنا امساك في شهر رمضان فما ناس اللي هي عادتها ديما معناتها عندهم الامساك حتى في حياتهم العاديه. هل يعقل اذا كان تبعوا النظام الغذائي هذا في شهر رمضان ممكن تتحسن حالتهم ممكن خير؟ هو تتحسن فما حاجة اخرين مثلا كيما لي سيكل نتاع النهار معناتها الناس اللي ما ترقدش في الليل بالكدا والا الناس اللي عندهم باش ستريس الناس اللي ما يعملوش سبور يكون عندهم اكثر حالات نتاع امساك. فما باش ناس يكون عندهم امام طون لي غاز. دونك يقول لك لا انا ما يساعدنيش الدبابش ما يساعدنيش الخضره كي تكون نيه تعمل لي لي غاز. دونك شنو نعمل في الحاله هذيا؟ نوليو نحيو كومبليتوم الخضره اللي هي نيه اما نخليو على الاقل لي فيرمون لاكتيك اللي يغوت البن وراي. الحليب نبعدوا عليه شوي خاطر ما فيهوش الخميرة اللي احنا حشنا بها. دونك لهنا راهو في رمضان بالعكس هو رمضان اون برانسيب يصلح بالكدا نحكيو الصيام معناتها يصلح بالكدا لو ميكروبيوت اللي هو هذايا توا موضوع الدراسات كلها في العوام الاخرى لو ميكروبيوت اللي هي الخميرة الحية في المعدة نتاعنا بالضبط. واللي لقاو كي يعملوا معناتها دي زيسي يشوفوا اللي عند الناس اللي ما عندهمش مشاكل نتاع صحة كسوا كونستيباسيون والا لو غفلو الحريق نتاع المعدة وحتى أما أخرى لقاو اللي لا فلور انتستينال نتاعهم تخي ريش فيها بلوزيغ اسبيس ودي فاريتي كبار. والميكروبيوت هذايا الخميره الحيه البكتيريا الحيه تتغذى من الماكله نتاعنا وترتاح في وقت الصيام. دايوغ هذاك علاش وانا نحكي برشا على الصيام المتقطع. اي دايوغ فاطمه راهو الصيام نتاع رمضان معناها الصيام الديني راهو انفع برشا من الصيام المتقطع على خاطر حتى كي نقعدوا ما ناخذوش الماء والقهاوي والتي راهو هذاك في حد ذاته راحه للجهاز الهضمي نتاعنا. ونقصوا زاد كيف كيف كل ما هو شوائب خاطر حتى الماء اللي نشربوه ديما فيه دي ريزيديو. دونك عرفتك ال 15 ساعه اللي انت مش باش تاكل فيهم حتى شيء لا ماء لا دخان لا قهاوي لا ماكله معناتها فرصه باش الجهاز الهضمي نتاعنا يتجدد. لي سيلول ايبيتيليال اللي هي تغلف سطح جدار الامعاء والمعده تتجدد بالكدا ويلقاو رواحهم كاينهم معناتها بجهاز هضمي جديد بعد رمضان. وغادي من بالحق يلزمنا نصلحوا الماكله نتاعنا من نبداوها من توا معناتها رمضان حتى من بعد. احنا حكينا كيفاش نجموا نصلحوا حكايه الامساك ونعالجوا لكن لهنا خلينا نفسروا للناس ممكن الحاجات اللي ممكن تضر اكثر وممكن حتى انت ما تكونش عندك امساك قبل يولي عندك امساك على خاطر نظام غذائي غلط. دونك هنا شنو ممكن ناكل يولي يضرني هنا اكثر؟ هنا كنكثروا برشا من لي بروتيين. دايوغ برشا ناس اللي يعملوا دي ريجيم وياكلوا بوكو دو بروتيين توا يمكن راهم يتفرجوا فينا يلاحظوها. دونك لي بروتيين نحكيو على اللحم الاحمر سورتو نحكيو على الدجاج بكميات كبيره والعظم. دونك ديما راهو الاعتدال في الماكله نتاعنا. ثاني حاجه اللي هو المقلي خاطر المقلي الهضم نتاعو صعيب. كي ناكل مثلا جودينا بورتوكال كي ناكل بريكه مقليه باش تقعد تقريبا ثلاثة سوايع باش تتهضم. كي تخلط عليها من بعد الماكله نتاع السهريه والسحور فانه هذاك باش يخلق حاله نتاع امساك. كي تكون البريكه بلاش زيوت معناتها ديما نقصوا باش تتهضم في ساعه. دونك هذاك اش معناها نحسنوا عمليه الهضم. نحكيو سورتو لهنا على الماكله بزربه
خاطر راهو المعده والامعاء نتاعنا ما عندهمش ظروف. دونك انا كي باش ناكل حاجه مش ممضوغه المعده والامعاء باش يعملوا افور زايد، والماكله الفا سي جورني اكثر في المعده، وهذاك باش يخلق حاله نتاع امساك. معناتها راهو كل عضو في الجسم نتاعنا عنده وظيفه معينه. يعني نمضغوا بالكدا، لا ساليفاسيون اللعاب هذاك اللي يخرج باش يهيئ المعده ويخلي المصان يخدموا اطح ونتخلصوا من معناتها من الكونستيباسيون. رابع حاجه واللي هي زاده مهمه برشا لهنا، لازم نسمعوا البدن نتاعنا. معناتها نحاولوا ديما كي يكون عندنا الاحساس انه باش نمشيو معناتها نتخلصوا من الفضلات نتاعنا ما نسكتوش. معناتها يلزم راهو وقتها ما نخليوش نهار اثنين ولا خاطرنا في الشارع ولا خاطرنا، معناتها راهو مهم برشا اللي كيف الانسان يحس معناتها لو بيزوان هذاك نتاع التخلص من الفضلات راهو يلزم يمشي. والاهم سورتو ذكرتها قبيله اللي هو النوم، راهو لو سيكل هذاك وقت اللي احنا راقدين. باش الناس يقول لك ليه ما نحرقوش واحنا راقدين، بالعكس راهو نحرقوا اكثر. علاش؟ خاطر غادي وين الجهاز الهضمي يخدم بالكدا، غادي وين الخلايا تتجدد. اذا كان نصرف في رمضان دونك العكس ريتو. فوالا بالضبط. دونك اذا كان ما نرقدوش بالكدا الخلايا مش بتتجدد، الجسم مش باش يرتاح، دونك هذاك باش تولي من بعد ديزيبيزود دو كونستيباسيون بلو لونغ. فهمتك، مشكوره مريم، يعطيك الصحه. وفي عندك ما تقول بحكايه الماكله والكونستيباسيون؟ والله باو معناها توا خاطر رمضان وكل تري انتيريسون معناها اللي كانت تحكي فيه. جوست معناها انا نحب نسال معناها بالنسبه للكونستيباسيون، هل مثلا توا في رمضان تشجع انه نستعملوا اكثر الاتزان، انه نشربوا حاجات معناها تعاون مع الماكله، والا معني نخليو الريتم نتاعنا كيف ما هو؟ ولا بالنسبه للناس اللي ما يحبش تكون عندهم كونستيباسيون، للوقايه ديما الماء وليزانفيزيون مع بعضهم كيف كيف ما يقلقوش. الناس اللي عندهم لا كونستيباسيون سورتو معناتها سي ولات انستالي، يمشيو لي دو تيغ ماء ان تيغ ليزانفيزيون اللي فيهم دي زيفي لاكساتيف. معناتها فما بعض الانواع نتاع الاعشاب اللي هي تعاون، ونلقاوها داير مكتوبين في ليزانفيزيون، هذوكم يعاونوا بالكدا اكور دوغي باش البنان ما يستناش بهم برشا. اما ديما السوائل وتكون بلاش سكر منصوح بها مهما يكون النوعيه نتاعها. دونك احنا زاد عندنا لاستوس لهنا وعندنا الحل فليتو، عندنا احمد التي ولا شاي يا احمد اللي عنده ليزانفيزيون هذوما اللي كنت تحكي عليهم الكل بانواع اخرين، عندنا حتى اللي يعاون على النوم والراحه وكل شيء. دونك ما عليكم كان تستعملوا وتستهلكوا من منتوج احمد التي كيف كيف، عنده شوكولا ديت اللي هي ياسر بنينه كويس تيزان وشوكولاته معاها تمر، هذيك معناتها حتى التمر يعاون على تسهيل الطبيعه خاطر في برشا الياف. بالضبط. دونك انا اعطيناكم الحل، حتى احنا نشوفوا الصفات الخاصه باحمد تي والشوكولا ديت. خلنا نرجعوا بحذا لشفة. مرسي بوكو فاطمه، احنا هنايا انا قاعده نطوي في المعاصم هذوما، انا خذيت الملسوقه حليتها وعندي زبده مرياح كلاغيفيه معناها نطيبها حتى لين يتيح البن نتاعها يقعد في قاع الكاسرونه، وناخو كان الفوقاني الاصفر نزيد عليه شويه زيت خاطر زبده وحدها راهو في الكوشه تغميق ياسر، هذاك علاش ديما نزيدوها شويه زيت نباتي في الخدمه. حطيت الخليط نتاعي في وسط بوش ونجي ونعبي الخشن نتاع كعبه معاصم ونجي نطويها، نطوي الزوزه جناب على بعضهم، ومن بعد نسكر فم الكعبه نتاع الملسوقه ونلهوثها، وانا كعبة المعاصم تاعي تخدمت نحطها في طبق باش تمشي. كوشة سخانتها 180 درجة، إذا كنتم تحبوهم دوغي بالقدا بالقدا تعملهم دهن عظم فوق وجههم يوليو دوغيغ كبيرة، وإذا كنت تحبوهم يتيبوا سلة سلة معناها كوشة 180 درجة 200 يتحملوا زادة، تخليوهم حتى اللي نشوفوهم يحمروا، ومن بعد نشوفوا كيفاش باش نشحروهم مع بعضنا خاطر يلزمهم تشكشيكه صغيره بتاع شحور، في اللي احنا ما حطيناش برشا سكر في وسط الكريمه،
الوغ نشحروهم شويه باش يعطيو معناها مطعم بنين. نجمو نقليوهم شيفه زاده؟ نجمو نعملوهم مقليين والا طايبين في الكوشه، الاثنين يجيو معناها كيما هما. نشدوا الكعبه كيما تراوها هكا ونحطوا الزيت يسخن ونقليوها ونقلبوها على الوجهين حتى تولي فيها زاده الشحور. وبعد ديما الشحور يلزم ديما شويه شحور، الشحور يكون متلذذ ماهوش سخون ياسر. بعد نغليوه نطفيه له ونخليه يولي اتمبيراتور امبيونت معناها تيات، ما يجيش عاقد ياسر. الشحور بتاعنا ديما كيلتين سكر عليهم كيلة ماء، نحطوهم يغليو. ملي يبداو يغليو نحسبو لهم 5 دقائق، نحطو لهم غرفة صغيرة قارص، ومن بعد نطفيو له النار بعد غلوة باهية مع القارص، نطفيو النار ونخليوه يرتاح. وقتها نقولوا شحور مرتاح مزيان، ديما يجي ابيض الشحور، خاطر اذا كان يولي احمر ونغليوه ياسر راهو يولي حار، معناها وقت يذوقوا حاجه حلوه ومطعمها يدق في لسان حاره راهو الشحور نتاعكم غامق ياسر. الوغ ديما حاولوا الشحور بيسكو نعرفوه باش يتسخن مره واثنين وثلاثه، ما تلوحوش الشحور، معناها هذاك من الحاجات اللي تنجموا تحطوهم كسوسوا في معون، مش لازم حتى فريجيدار، ما دام عندكم باش تستعملوا كل يوم شويه حطوه وغطيوه، المهم باش ما يجي فيه حتى شيء، وتخليوه وتجبدوه كل مره تسخنوه شويه. هذاك علاش نقول لكم ديما شحوركم يبدا فاتح باش كل وين تسخنوا راهو يزيد شويه في الحموره. الوغ ديما استحفظوا عليه فاتح بالقدا. انا عندي الكلمه السامي بعد نرجعوا نشوفوا كيفاش باش نسقيه بالشحور. مشكوره شيفه. انا كما تشوفوا توا الشوربه نتاعي طابت، الدجاج بالطبيعه والخضره نتاعي طابت، دونك توا باش نسقطوا شوربه لسان عصفور بالطبيعه من عند ورده، وباش نخليوها نخلطوها بالكدا بالطبيعه باش ما تشدش، ونخليوها تطيب وبالطبيعه باش نشوفوا مع بعضنا السلايطه اللي حضرتها لكم، اللي الباز نتاعها بطاطا مسموطه صمتناها وخليناها بالطبيعه تبرد، وبعد قصيناها اون كوب. توا باش نفوحوها بشويه معدنوس اللي بالطبيعه شللناه وقصيناه جويد، مع هو شويه كورنيشون، شويه زيتون اخضر فما، وشويه زيتون اكحل زاده، بتبيع الرشة الكبار كيما معناتها تعرفوا الكبار أشوى. فما عباد ما تحبش طعمة الكبار تنجم تحط، فما اللي كل واحد معناتها على ذوقه هو. واخترت لكم زيادة اليوم جبن مرياح، هذايا إدام من عند مرياح، اللي باش نزيدوا عليهم زيادة بالطبيعة الطن متاع البردر بزيت زيتونة اللي مانيش باش نلوح بالطبيعة الزيت، هذايا الزيت اللي باش نفوح به السلايطة متاعي. وصفو الفصوص هذوما نتاع الطن البدر كما تشوفوا هو معناتها كما نقولوا احنا انديس على الكاليتي الباهيه نتاع الطن البدر اللي طايب في الرند الجبلي والصفوف نتاعو كاملين. هذه من بعد باش نزينوا به السلايطه نتاعنا هو والموتزاريلا سوريز زاد من عند مريح. دونك اقعدوا معنا، انا باش نخلط السلايطه نتاعي مادام طابت الشوربه، ومن بعد باش نهزكم معايا زاده عنا التناويشه من اليوم اخترت لكم الايس تي. مشكورين اللي شفتوا، كنعطيو الكلمه لوفاء البحري صاحبه شركه اوغوديوم. اليوم جاتنا بزوز منتوجات هكا ولا وفاء؟ ايوه فيت اليوم فما دو باك. باش نحكي على باك اللي هو معمول بالحليب نتاع البهيمه، نقولوا اوترومون حليب الاتين لولي دانيس ازين فوالا اي، ولو انها معناها هي البهيمه راهي حيوان محليه معناها ومزينه وكل، ما احنا ديما عندك الصوره اللي تقعد كنقولوا البهيمه ديريكتومون تجينا صوره اخرى. دونك بون، حليب البهيمه هو حليب بثري برشا 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 باللي فيتامين بالمعادن وكل، دونك دو فاسون هو اقرب حليب باغمي معناها الحليب اللي موجود عند لي سبيس انيمال اللي يشبه لحليب لوم. داكوغ، دونك تعرفوا الحليب نتاع الام قداش معناها حليب متوازن ومتكامل وفيه معناها المكونات الكل، لدرجه انه هو معناها يعوض جميع انواع الغذاء عند الصغير. سبحان الله. فما بالك توا الحليب نتاع البهيمه هو شبيه معناها اكثر حليب شبيه عند بحليب الام. حليب البهيمه اون بلوس معناها الحاجه الباهيه فيه اللي هو معناها فيه معناها قلنا المكونات الكل، دونك عنده ليزيفي اونتي تاش، عنده ديزيفي اونتي ريد، عنده ديزيفي كليرسيسونت، عنده ديزيفي
معناها معناها هكا اللي تعمل هيدراتاسيون للبشره والكل مع ثراء ومعناها بتسكي معناها كولاجين تسكي انتي اوكسيدان تسكي فيتامينات تسكي معادن وكل دونك وقت اللي تستعملوا معناها المراه باش تلقى وجهها ينور وكل دونك احنا اون فيت عندنا دو برودوي عملناهم معناها باللي دانيس فما سميناها لاغين وتنقول لك علاش سمينا الباك هذايا لاغين الباك لاغين اللي هو معمول باللي دانيس اون بليس فيه دي زوتر برودوي ان شاء الله مره اخرى نحكيو عليهم باك لاغين على خاطر ملكه كليوباتر كانت تستعمل الحليب نتاع لانيس في الاستحمام في الدوش نتاعها وفي السوا نتاعها الكل دونك سو بور سا معناها خذينا معناها التسميه نتاع البرودوي هكا دونك عملنا الكريم لاغين وايتنينغ اللي هي تبيض البشره مش تفتحها تبيضها دونك وقت اللي تستعملها باش تلقى ايفي اكليرسيسون البوم تاعنا تبيض تنحى منها الجلد معناها اللي تبدا ميتا جوستومون وتصفي البو بالكدا بالكدا وفما لاغين هيدغاتاسيون بور لي ما لاغين هيدغاتاسيون هي كريم اللي نستعملوها على لي جين ايبر هيدغاتونت ريباراتريس وتصلح معناها لي بروبليم دو لابو دونك هذوما لي دو برودوي استعمال نتاعهم في الليل في النهار في الليل وفي النهار الزوز لي دو برودوي هذوما دونك هما معناها تنجم تستعملهم اي وحده عندها معناها يمشوا كوا معناها مع تو تيب دو بو مهما كنت نوع البشره نتاعك شي حاجه فسونسيبل وكل دونك تنجم تستعمل الباك هذيا باك معناها فيه دو توا اكتويل دو برودوي الكريم نتاع الوجه والكريم نتاع الليجين كيما قلت لكم معناها حليب البيمة ماهيش حاجه خايبه بالعكس معناها حاجه باهيه على الاخر وحنا عملنا عليه ديزيتيود كبار نلقاوها ياسر افيكاس فعملنا بها الجمهيلي ومازلنا نطوروا فيها الجمهيلي باش نزيدوا فيها بيانتو لو جيل نتويون لو دو ماكيون فيها برشا حاجات قاعده تخرج فما الباك الثاني فاطمه اللي هو معناها فيه تروا برودوي هما هذوما لو تريبل اكسيون سي لو باك اكتيف روغار تروا برودوي هذوما بور لو كونتور دي زيو دونك فما الكريم دو جور اللي هي هذه صغرونه دي فاتيغونت و او ميم طون ليسونت كي تعملها معناها في الكونتور دي زيو باش تلقاه يرطب لك تحت العين وينقصك التعب من تحت العين توا رمضان مش زروقيه ولا زروقيه اللي توا هذي نحكيو على معناها التعب اللي تحت العين بالنسبه للكريم دو جور فما زيد لو ماسك اكتيف روغار يتعمل مرتين في الجمعه باش نقول لكم بعد على المكونات نتاعهم الاكتيف روغار يتعمل دو فوا باغ سومين وفما السيروم اللي يتعمل في الليل بيه هما ثلاثة هذوما تريبل اكسيون شو معناها تريبل اكسيون عندهم ايفي انتي سيرن انتي اج وانتي ريت و بلوتو انتي بوش معناها ثلاثة حاجات يعملوها دونك ينحيوا لي بوش من تحت العين الجيوب اللي تحت العين ينحيوا لي سيرن وميم طون معناها ينحيوا معناها التحويق من تحت العين يمشيوا الصباح معناها تنجم هذه تعملها في الصباح السيروم تنجم تعمله في الصباح وتنجم تعمله في الليل وبالنسبه للماسك يتعمل مرتين في الجمعه لاكتيف روغار الباك هذايا متكون من الكافيين اللي هو عنده ايفي كبير انه ينقص معناها الزروقيه من تحت العين وميم طون زاد فيه معناها الماده نتاع الكركمين وفيه الفيتامين ك وفيه الفيتامين ا دونك يعاونوا بالكدا بالكدا باش يرتحوا العين تركيبه زاده نتاع الزيوت باهين كيما الكالوفيل كيما زيت الجوجوبا كيما زيت الارغان كيما زيت حبه السوداء دونك كلهم معناها يعطيو ايفي باهي بوغ معناها دي فاتيغي ليسي ويرتحوا العين بالكدا بالكدا الاستعمال نتاعهم معناها تنجم ديما تستعملهم خاطر كونتور دي زيوت ديما يستحق لاوا فوالا دونك الباك هذيا ثلاثة حاجات موجودين عندنا في اورديون بيو تلقاوهم عندنا في سونتر كوميرسيال منار سيتي في الدوزيام ايتاج والا اون ليني معناها على الباج نتاعنا فيسبوك على الانستغرام نتاعنا تنجموا تبعثوا معناها باش تعديوا كوموند وحدة نوصلوا لكم وين انتوما وتنجموا تجيونا معناها لسونتر دو بوتي نتاعنا اللي هو في في المنزه نوف دونك تنجموا معناها تجيو تعملوا لي سوان معناها ادابتي لكم انتوما دي سوان esthétique ou elle a zéda pour prendre le produit ou elle a traduit les commandes en un salon de coiffure. Le numéro de téléphone est 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25
احنا كل شيء عندنا طبيعي. تنجم معناها تعمل ديكور معناها افيك دي سوان افيك دي برودوي اللي هما طبيعيين، دونك تعمل زاده ديكور سبيسياليزي مثلا. تنجم تعمل ديكور نتاع انتي شوت، ديكور للتطويل نتاع الشعر، الكل اباز دي بلانت اباز دي زويل فيجيتال.
نخدموا باللي برودوي اللي نحن نصنعوا فيهم في اللابوراتوار نتاعنا واللي هما كلها معناها باهين ونوتي 100% معناها افيكاسيتي. وتلقاو عندنا معناها لي سوان زاد حتى معناها مثلا عملت انت لي زونجل نتاعك تلقى دي سوان اللي هما غيش اون فيتامين باش يصلحوا لك ظويفرك، تلقى دي سوان اللي هما معناها ادابتي للمشكل اللي عندك انت اونتيغي دونتياج افيك معناها دي انجيكسيون نتاع افيك بلوتو معناها اضافات نتاع نتاع لي فيتامين لي كولاجين لي معناها لي زاسيد ديالورونيك انت والكاب يعني انت والبزوان وفلا. دونك دونك اللي حاب ياخذ رونديفو يطلبكم على نفس الارقام نفس الارقام 24/05 ولي بغيزون بيان سور على كامل تراب الجمهوريه على كامل تراب الجمهوريه فلا. ميرسي بوكو وفاء البحرية صاحبه شركه اوروديوم بيو. ميرسي مره اخرى مريم التوكابي اخصائية التغذيه. نرجع بحذا لي شيف. ميرسي بوكو. انا هوني كيما تشوفوا بريك نتاعي حضر المعاصم هذوما نجي ناخذ فوشه وناخذ الشحور وندهنهم كيما تراو هكايا جوست ما نسقيهمش بالصابين نسقيهم جوست بالبانسو هكايا كيما تشوفوهم ندهنهم دهنه واثنين حتى لين يشربوا شويه الشحور. انا في وسطهم حطيت كان مغرفتين سكر ما كثرتش الكريمه هذاك علاش جو بو ما بيرميتر باش نحط شويه سيرو واللي ما يحبش يحط سيرو ينجم يستغنى عليه يخليهم بلاش لا فاكهه لا سيرو هذاك ماهوش مشكل. فما عباد ما تحبش الحلو ينجموا ياكلوهم كيما هما تلقاو فيهم تقرميشه بنينه معناها ما يستحقوش ياسر شحور ولا ياسر حاجات بعد لا يتيبوا تشوف فيهم كيفاش دوغي بالقدا رش عليهم شويه الفاكهه كيما تشوفوا فيها هكا ونقدموهم في السهريه وقت اللي ماذا بكم انتم وقت اللي طيبوهم تخليوهم اشو وقت اللي تجيو باش تسربيوهم وقتها تخرجوهم من السخانه من الكوشه وتحطوا لهم الشحور خاطر يتاكلوا اما تياد والا سخان حتى سخان بنين خير من اللي يبردوا يوليو معناها نعرفوا احنا المعاصم باردين ما يعطيوش حاجه بنينه ياسر مع مش بنينه ما الكريمه بارده ماهيش كيما الكريمه تياد والا سخونه هذاك علاش انا نصيحه نقول لكم كلهم مادام فيهم الدقرميشه نتاع الملسوقه بين الكريمه لونكتيوزيتي نتاع الكريمه وقرميشه الملسوقه والفاكهه. انا خلي كلمه لسامي للكوكتيل اللي باش يوريهولنا اليوم ومن بعد نرجعوا نشوفوا طاولتنا كيفاش حضرت. مشكوره شيفه. انا زيد نجيل اخر ايتاب عندي اللي هي كما قالت الكوكتيل شيف. انا اليوم باش نعمل لايستي من عند التاي من عند شاي احمد والسيرو اليوم اخترته بالمونغ من عند فريميجيل اللي وفرنا جام متنوعه معناتها من لي برودوي نتاعو سورتو من لي سيرو البنينه ذوما. دونك شعملت انا خذيت التاي نتاعي لانفيزيون وحليته في الماء سخون وخليته يبرد ولا حتى كان ما بردش معناتها نجموا نزيدوه الجلاسون. انا اخترت المونغ انتم تنجموا تختاروا اي سيرو معناتها بارفان سورتو مع الايستي انا اللي نحبهم البيش المونغ لابريكو الفخيز الفرامبواز فما برشا موجودين عند فريميجيل. دونك هذوما انا كيما تشوفوا لهنا خرقت معناتها لي كومبوزون تاع الايستي نتاعي اللي كما قلنا فيه المونغ وشاي احمد بعد ما خلقناه باش نكملوا نصبوه لهنا كما تشوفوا لونه يشهي مع كعبات غلاسون متبيعه وشويه سيترون ومونت ومن بعد نقدموه ان شاء الله في طاولتنا يبدا مزيان ودريسي مع الاطباق نتاعنا. مشكورين للشيف يعطيكم الصحة. احنا وقاي تويكا باش نحكيو على ياسير اكسبريس اللي هزنا اليوم بيان سور على البون بلون نتاعو ديسبونيبل في اللاك وكيف كيف في العوينة. لو غاستورون هو ذا فيست اللي دللكم ب 3 منيو بالنسبة للشقان الفطر وثلاثة 3 منيو اخرين زادة للسحور. دونك كان تحب تكمندي من عند لو غاستورون ذا فيست ما عليك كان تليشارج لابليكاسيون ياسير اكسبريس تحط لوكاليزاسيون نتاعك وتشوف لو غاستورون ذا فيست وتكمندي انت والشوا نتاعك. هكا فما 3 منيو في شقه الفطر وفما 3 منيو كيف كيف في السحور وياسير اكسبريس باش توصل لك الماكله نتاعك سواء سحور والا شقه الفطر وقت ما انت تحب بيان سور. بالنسبه لشقه الفطر حتاكش الاربعة وبالنسبه للسحور حتاكش مادي ساعه نتاع الصباح. مشكورين ياسير اكسبريس ويعطي الصحه ذا فيست. خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا.
عسلامة، مرحبا بكم. مريم ميلادي كسكس، جو ريبريزونت لا سوسيتي أرشيفيزيون. احنا اليوم متواجدين في الشوروم نتاعنا اللي هو في 9 افوني دو ليما لا سكرا تونس. مرحبا بكم، حابين نكونوا متواجدين في الشوروم باش نوريكم اكثر لي موديل جدد، كلكو سوا في لي سالون، في لي شومبر اكوشي، في لي سيجور وفي لي سالا مونجي. مرحبا بكم، تفضلوا معنا. هوني عندنا ان شومبر اكوشي اللي هي اسبوار، qui est un mélange entre les miroirs et le bois, اللي هو الاتر ماسيف، اللي هو البلانس. حابين نحطوا البوا اون فالور، خدمنا لاغوندي نتاع البوا افيك اون توش دو دوري. بيان سور الكليون اللي ما يحبش الدوري ينجم يبدل اون ارجون والا ينحيه كومبليتمون. افيك اون شوا دو كولور اي دي تيسيو انورم، ينجم يبدل في التيسيو، ينجم يبدل في الكولور دو بوا. ولي ميغوار كيف كيف، حابين ندخلوا اون توش نتاع بوازري في لي ميغوار. في الموديل نتاع الصالون هذايا حبينا نخدموا حاجه اوريجينال شويه افيك ان تيسيو اللي هو فيلور دو سوا. بيان سور لو كليون عنده شوا في لي تيسيو وفي لي كولور الكل، ينجم يبدل لي سوكل كيف ما يحب هو، وبيان سور ينجموا نخدموا له دي سور ميزور. في الشامبر اكوشي هذيا حبينا انوز شويه في لي كولور، حبينا نخدموا ا ميلونج اونتر التيت دو نيغر في البوازري اي لو بلو روا في التيسيو. بيان سور الكليون ينجم يبدل التيسيو اللي يحب عليه، الكولور اللي يحب عليه، والا يخدم ا ميلونج في لي تيسيو، وبيان سور ينجم يبدل الكولور دو بوا. في السيجور هذيا حبينا نخدموا مع العباد اللي عندهم ان كونترانت دي سبيس. بيان سور بالميكانيزم نجمو نستغلوا لي 30 سنتيمتر اللي موجودين في الدو، معناتها الميكانيزم نتاعنا ينجم يوخر. دونك هوني تولي عندنا ان لي اللي تنجم ترقد، تنجم ترتاح، تنجم تلقى لي روبير نتاعك، وبيان سور كوم ان سالون تنجم تقدم لي ميكانيزم الكل، وتنجم تقعد وتعمل فوس كافي نتاعك. وبيان سور الكليون عنده شوا باش يخدم دي سور ميزور. مرحبا بكم، احنا هوني متواجدين في 9 افوني دو ليوما لا سكرا تونس، وباش نكونوا متواجدين معاكم في صفاقس ان شاء الله في معرض صفاقس الدولي، وفي سوسه في معرض سوسه الدولي من 17 ل 27 مارس. كلمونا على 54 896 967، وتنجموا تتبعونا زيد على الباج اوفيسيال نتاعنا ارشيفيزيون والباج انستغرام ارشيفيزيون فورنيتشر.
سيكام ادخل في القرعة باش تربح واحد من الكادوات هذو: سيارات، دي زايفون 13، دي تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. سمعت البشارة؟ سيكام تربحك سيارة. إن شاء الله رمضانكم مبروك. وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة وتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حذرناه سلة سلة، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ سمحت شيف، مسهل هالبنة. سيغ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوأ معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيار تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في اللي دو بوانت فونت نتاعنا في المنزه آن والحمامات. اليوم برومو قبيل مع OMS، باتري فيها 38 بيس جرانيت ما يلصقش وما يتخبش ب 899 دينار، وتنجم تخلص على 6 شهور. OMS كوزيني اوترمون. هذه الأيام العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا وأكرمنا بها بأن جعلنا نبلغ هذا الشهر العظيم ونعيش أيامه ولياليه، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه ممن ترحمهم وتغفر لهم وتغفر ذنوبهم وتعتق رقابهم من النار. انت اللي تنجم تبدل وتبدأ من جديد، حمر بلاستك اللي اخترتها واللي خسرت عليها وقتك وتعبك، أملى حياتك بروح جديدة تخليك تبني حاجة تحبها وتشيخ عليها، خلي كل نهار أزين من اللي قبله. مع سوتيفاب حقق الدار اللي تحلم بها، عمل علينا في كل ستيل وذوق، احنا نسهلولك الثنيه.